بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شهداؤنا مشاعل الحرية. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الشهداء وعلى عوائل الشهداء. السلام على الجرحى والأسرى والمطاردين. السلام على المجاهدين في سبيل الله والصابرين على طريق ذات الشوكة. السلام على القلة الصابرة الثابتة القدم التي وعدها الله بالنصر المؤزر. السلام عليكم أيها الإخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. أتقدم بأحر التعازي والتهاني لعائلة الشهيد الشاب أحمد عبد الأمير، الذي التحق بقافلة الشهداء السعداء، ونسأل الله أن يحشره مع شهداء بدر وكربلاء. نلتقي على أعتاب ذكرى عيد الشهداء لنجدد عهدا للدماء الزاكية التي سفكت من أجل عزة الشعب وكرامة الشعب وحقوق الشعب وخلاص الشعب من العبودية وحكم الملكية، بأننا سنواصل مشوار التحدي ومشوار الجهاد ومشوار التضحية حتى تتحقق الأهداف التي رسمت بالأحمر القاني. عيد الشهداء الذي ابتدأ مع سقوط أول شهيدين في انتفاضة الكرامة في تسعينيات القرن الماضي، بقي راسخا في نفوس أبناء الشعب العزيز، وقد حفظه الله تعالى برحيل القائد الراحل الأب الحنون الشيخ الجمري رحمة الله عليه في نفس هذا التاريخ، وجاءت دماء الشهيد علي جاسم لتؤكد على نفس اليوم وعلى نفس الأهداف التي رسمها الشعب. أيها الأحبة الأعزاء، الشهداء أحياء، وذلك بنص القرآن الكريم، أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء ولكن لا تشعرون. الشهداء يحيون الأمة بشهادتهم ويوقظونها من سباتها. الشهادة تحيي الأمة الميتة التي فقدت الإحساس بضرورة العيش بكرامة. لذلك فالأمة التي تحيي ذكرى شهدائها هي أمة حية، والأمة التي لا تحيي ذكرى شهدائها هي أمة ميتة. الأمة التي تفخر بشهدائها هي أمة منتصرة، والأمة التي تتنكر لشهدائها هي أمة مهزومة. الأمة التي تربي أجيالها على عشق الشهادة أمة لا يمكن أن تهزم أبدا، أمة لا تموت أبدا. ذكرى الشهداء تحملنا عدة مسؤوليات. أولها، علينا أن نوحد الجهود ونلم الشمل ونرص الصفوف لمقارعة الطغاة والمستبدين. ثانيا، علينا أن نبعد النزاعات بين القوى والفصائل الثورية، ونوجه كل جهودنا ضد العدو الخليفي. ثالثا، علينا أن نحافظ على الأهداف التي استشهد من أجلها الشهداء، ونبذل ما في وسعنا من أجل تحقيقها ما استطعنا، وأن نكون صادقين في السعي وبذل الجهد. رابعا، علينا أن ننشر ثقافة الشهادة بين الجماهير والنخب، وأن نكرم الشهداء
من خلال إقامة مراسم إحياء ذكراهم والتعريف بشخصيات الشهداء للناس. إن هذه الخطوة من تجمع 6 قوى ثورية في برنامج واحد لهي خطوة مباركة ومتقدمة، ونأمل أن يستمر هذا التنسيق وأن تكون ذكرى عيد الشهداء انطلاقة للتعاون في برامج أخرى، فإن النصر مرهون بكلمة التوحيد ووحدة الكلمة. علينا أن لا نفرط بعنصر من عناصر النصر من أجل أجندات حزبية ضيقة. وفي هذا السياق وفي ظل الأخبار الشائعة في الأوساط، نريد أن نؤكد موقفنا الثابت الذي أعلناه سابقا من أن أي تسوية تكون مع هذه العائلة المجرمة فنحن غير معنيين بها ونرفضها، وأن موقفنا الواضح هو التأكيد على المطلب الجماهيري، وهو إسقاط هذه العصابة الخليفية المتسلطة على رقاب الناس بالنار والحديد. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والنصر المؤزر لشعبنا المضحي. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وفك قيد أسرانا، واشفي جرحانا، وآوي مطاردينا، ولم شملنا، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.